اعتقد هذه المؤسسه مستفدين الحمد لله عن التكميليه ديال الريفورم، مثلا التكميليه ديال الروتريت، على كانت خلصوا المسائل ديال الدراري الحمد لله، ديال هذا الشيء ديال الدخول المدرسي، كانت خلصوا داك الشيء ديال المكفو الامه ديال 3 شهور، الاستقبال ديالهم معنا زين، الدراري اللي خدامين هنا يعني تحسبوا طبيب نفساني ما تلقاش معاه صعوبه بصفه نهائيه. الحمد لله هما اللي ملكنا، نمشيو من هنا للرباط، نمشيو من هنا للمسائل، الاداره ولات لنا فم الدار الحمد لله، ولات مسائلنا دابا كتصاوب هنا، يعني عندك ورقه تجي لها في الصباح تصاوبها وتزيد في حالتك فم الدار. ما ضيعها، تضيع الانسان اللي ضيع فوق القانون، اللي الاول شي تاخر ماشي تاخر ديال القانونيه. اما الحاجه القانونيه راه ما ضيع فيها احد. نعلم رقنا دفعنا مسائل المؤسسه الحمد لله وبخير وخير، عدلنا الكرنيات ديالنا الحمر اللي هما يتعنوا به في جميع المسائل في الادارات وفي البلاصات وفي الطب، وماشيين السبيطار هو فم الحمد لله في هنا قريب ديال العسكر، فيه بوس ديال المؤسسه الحمد لله، الساعه زينه فين ما كانت شي حاجه اللي هي ما سميتو المؤسسه كتسد بيدينا، دخلنا عند الطبيب اللي بغى يدوز، اللي بغى يدوز سكانان، واللي ما عنده هنا ولا قادر هذا بيدون خلاص، واللي عنده في مراكش في مراكش، واللي عنده في الرباط نفس الرباط، نفس المشكل وغايبين المسائل ديالنا وما عندنا عيب نقدروا نعيبوها به ولا سميتو. كلشي فابور، ما كنعطيو حتى حاجه، يعني كلشي بالاقامه بكلشي ليه، يعني كلشي هنايا موجود عندهم الحمد لله، اي حاجه خصاتنا ولا اي حاجه بغيناها كنشدوها من هنايا، حتى حاجه ما كن يعني نجيبوها من برا ولا شي حاجه، يعني كلشي هنايا موجود الحمد لله، وهنايا كلشي يعني الناس مستقبليننا، يعني بحال تقول العائله ديالك هنايا والسلام. الا خطات هذه المؤسسه راه ما كاين والو. من نهار جات المؤسسه الحمد لله ولينا كنتوصلوا بديك الزياده ديال الريفيرم في الوقت ديالها، والمؤسسه جبرناها كتستقبلنا الحمد لله، وجبرنا كاع منين ندفعوا الوثائق ديالنا قريبه، والاداره قائمه بشغلها، يعني الحقيقه قائمه بشغلها، وهاد الناس خدامين معنا مزيان الله يجازيهم، وجبرناهم قراب منا، وهذه ادارتنا وهادو اهلنا. ديك الايامات اللي ما كنا عارفين كاع فين نمشوا، كنمشيو من هنا حتى للرباط نطيح، وكاين اللي قد يمشي وكاين اللي ما قد يمشي، دابا الحمد لله كل شيء ولا قريب منا هنا. كنشكر سيتو المستشفى، كنا امراض وداك الشيء وهذا، وطلبنا لابيلانس وجاتنا ايرجونس ودونا وجابنا للقليميم وضربونا شي ابهري وداك الشيء وهذا وتحسنا شويه. المستشفى ديال حسن الثاني عاونتنا مزيان وقفات معنا وداك الشيء وهذا، وما شفنا فيهم حتى شي حاجه، بخير وعلى خير والله ينصر سيدنا. المبادره اللي داروها مزيانه، انا اللي كنقول لك مشيت صيفطوني مشيت للرباط واستقبلوني استقبال مزيان، ودرت العمليه ديال النبوله وخرجت مزيانه، ودابا ثاني انا جيت على الفم ديالي عواج، والحمد لله انا ناعس بخير وعلى خير، وكان الدواء ها انتم كتشوفوها هو ما كنخلصوا والو، ما كنخلصوا حتى شي حاجه. 37 عام السيرفيس اجودان في 57، اللهم لك الحمد، من نهار خرجت ومتبع العناين ديال المراضين، والحمد لله ما عمري خصني شي حاجه فين ما جيت للسبيطار ولا خصني شي حاجه في المستشفى كيقضوا لي الاغراض ديالي، اللهم لك الحمد. والناس كندخل عند هنايا اطباء ولا ممرضين كيستقبلونا استقبال حار وهذا، وكيعتنوا بنا الحمد لله، وعيش الملك الله ينصرو. من مهام الملحقة السوسيوطبية اللي كاينة هنا في المستشفى العسكري الخامس، كنستقبلوا قدماء العسكريين والمحاربين والعائلات ديالهم، وكنوجههم لمختلف أقسام التخصصات الطبية، كما كنقدموا لهم مساعدات إدارية، وكنتكلفوا بالمواعيد بالنسبة للفئة القاطنة خارج قلمين، وكنقوموا بزيارة المرضى بشكل يومي، بحيث كنطلعوا على الأوضاع ديالهم الصحية والنفسية، وكنوفروا لهم النقل عند الحاجة بعد مدة الاستشفاء، كما كنقوموا بالإجراءات اللازمة في حالة الوفاة اللي كتشمل نقل ودفن الجثمان.
تغطي المندوبية الجهوية لمؤسسة الحسن سادي للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين لقلميم جهاز قلميم ودنون، واللي كتكون من ثلاثة عمالات: عمالة قلميم، عمالة سيدي إفني، عمالة أسا الزاك، بالإضافة إلى عمالة طاطا تابعة لجهاز أكادير. كتميز هذه المندوبية بتوفرها على أربع ملحقات: ملحقة بإقليم سيدي إفني، ملحقة بإقليم طاطا، ملحقة بإقليم أسا والتي بدورها كتوفر على مركب سوسيو ثقافي، وملحقة سوسيو طبية متواجدة بالمستشفى العسكري الخامس. عدد المنخرطين الحاصلين على بطاقة الصفة بهذه المؤسسة هو 9465، وكيتكون من قدماء المحاربين، قدماء العسكريين، أرامل الشهداء، مكفول الأمة، وكذلك معطو بالحرب والعائدين من الأسر. من شروط الحصول على الصفة كيتوجب على المتقاعد يكون قضى على الأقل 5 سنوات في الخدمة العسكرية ويكون متوفر على حسن السيرة. أما بالنسبة للمهام اللي كتقدمها المؤسسة لهذه الفئة من المجتمع، وهي المساعدة على الاندماج في الحياة المدنية، وكنقدموا لهم مساعدات الصحية والنفسية والمادية. كتستقبل هذه المندوبية حوالي 40 حالة في اليوم للاستماع للطلبات والمشاكل ديالهم، وكنقدموا لهم يد العون في إطار المساعدات المشرعة في قانون المؤسسة، وكنقوموا بزيارات عديدة ومتكررة إلى محل الإقامة، يعني المنازل ديالهم، بالنسبة للفئة اللي ما كيقدروش يلتحقوا بالمؤسسة. واللي كيميز هاد المندوبية قلميم بالإضافة للمهام كباقي مندوبيات المملكة هو النسبة المهمة لفئة معطوب بالحرب أرامل الشهداء والعائدين من الأسر وذويهم، اللي كتبلغ نسبة تناهز 15% من مجموع المستفيدين المسجلين بهذه المندوبية. وكتميز هذه الفئة بالنوعية ديال الاهتمام اللي كتعطى الإعانة المادية المباشرة إلى مساعدة معنوية لمواكبة الحياة وتغطية الاحتياجات ديالهم من الجانب النفسي. كنتهز هذه الفرصة باش نقول لجميع المتقاعدين باللي كاينة 22 مندوبية كتتواجد في مختلف أنحاء المملكة، وأن هاد المندوبيات مفتوحين في وجوههم وحنا أراهن الإشارة ديالهم. وكذلك كنوجه النداء للمتقاعدين اللي مازال محصلوص على الصفة التحقوا بالمندوبية القريبة منهم باش يستفدوا من الخدمات اللي كتقدمها مؤسسة الحسن الثاني. مؤسسة الحسن الثاني عاونتنا، كتعطينا كتخلصنا المساعدة، كيعطيونا الحفاضات، كيستقبلونا مزيان، كيطلبوا لنا الوريقة ديالنا إلا مشينا للسبيطار كنلقاو المساعدة ديال المؤسسة كتعاوننا حتى هي، كتوقف معنا تما في الوريقات. إوا زعما الله يجازيهم، الله يكثر خيرهم، ودور كبير هذا، واش يعني كنا كنفتقدوه واحد الوقت، ولكن دابا الحمد لله. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكتف بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.